فقراتنا النهارده هنبداها معاكم بفقره عن الثانويه العامه اللي النهارده اول ايام امتحانات الطلاب. كل التوفيق يا رب للجميع، ويكون الامتحان سهل ويسير عليهم باذن الله، ويطلعوا مبسوطين من الامتحان النهارده. هنقدم خلال الفقره روشتة مختصره عن التعامل النفسي مع الطلاب خلال الفتره دي، ازاي الاباء يتعاملوا مع ابنائهم في حال مرورهم باي ازمه نفسيه خلال فتره الامتحانات. كل ده هنعرفه من دكتور نهى سالم، استشاري الصحه النفسيه. فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن مشروع تخرج جميل وطلاب في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، المشروع الإذاعي زمكان حكاية شعب. الطلبة في هذا المشروع بتتكلم عن الأغاني الوطنية ودورها في دعم روح الانتماء عند المصريين على اختلاف الفترات والأحداث. إزاي الأغاني الوطنية ليها دور في توثيق التاريخ؟ النهاردة هينورنا مجموعة من الطلاب، هنحكي معهم أكتر عن المشروع وأهميته. دلوقتي بقى خلونا نروح نشوف أبرز الترندس وأبرز الموضوعات اللي بيبحث عنها المصريين على مواقع السوشيال ميديا، ونرجع مرة تانية.
مرحبا بحضراتكم من جديد. النهاردة الثانوية العامة واللجان أغلقت أبوابها من دقائق قليلة. طبعا الأهالي كان الله في عونهم في الانتظار في أجواء حر زي النهاردة. طبعا تعرفين شهر الصيف كله حر. الناس بتدعي بقلوبها وبتدعي ربنا في صلاة الفجر وصلاة العشاء امبارح، وكل الناس الكبيرة بتدعي للأبطال اللي بيمتحنوا النهاردة، وإن شاء الله ربنا يفرحهم بإذن الله. النهاردة امتحان اللغة العربية اللي مدته 3 ساعات، الامتحان اللي بيتم في وسط أجواء احترازية كبيرة جدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. بإذن الله يكون امتحان سهل ويسير ويمر على خير مع الطلاب بإذن الله. لتفاصيل أكتر تعالوا نروح للصحفية ريم محمود بجريدة الدستور والمتخصصة في شؤون التعليم. صباح الورد عليك يا ريم. صباح النور، عاملين ايه؟ الحمد لله. يا ريت تنقلي لنا الروح عاملة ازاي والأجواء عاملة ازاي في أول يوم من امتحانات الثانوية العامة. طبعا الطلاب دخلوا اللجان دلوقتي والامتحان من 9 ل 12، بس أنا عايزة أقول لحضرتك إن الطلاب التوتر أقل النهاردة، لأن الامتحانات الغير مضافة للمجموعة لما اتعملت في لجان ده كسر الرهبة شوية عند طلاب الثانوية العامة. فالنهاردة الحمد لله هم داخلين بتوتر أقل من كل السنين اللي فاتت. الحمد لله. هل في كلام عن إجراءات احترازية، استعدادات خاصة؟ طبعا احنا برضو خارجين من كورونا الحمد لله، الموجة خفت شوية، لكن هل في أجواء احترازية؟ طبعا في إجراءات احترازية زي ما هي داخل اللجان، وفي برضو تنبيه على طلاب الثانوية العامة دخول اللجان بالكمامة. في اجراءات احترازيه مشدده جدا داخل اللجان. فيما يخص التعامل مع الهواتف المحموله، كان امبارح في تصريحات خارجه انه ممنوع اصطحاب التليفون داخل اللجان. ده حقيقي، لان اي حد يعني هيتورط في الغش او هيبقى معاه موبايل هيتعمل له محضر غش، وطبعا هيطبق عليه قانون الغش. طيب يا ريم، كلمينا عن يعني نسبة تواجد أولياء الأمور خارج اللجان، وإحنا متعودين دايما إن إحنا دايما بنبص في صور اللي بره اللجنة نلاقي عدد كبير جدا من أولياء الأمور بره اللجنة. كمان كلمينا عن التواجد الأمني. هو الحقيقة من الصبح يعني من الساعة 7 في تواجد أمني أمام المدارس بشكل مكثف. اما فكره ظاهره اولياء الامور دي يعني للاسف ما زالت موجوده، اولياء الامور موجودين بكثافه امام اللجان برضو من الساعه 7 الصبح، بس يعني ده اكيد من توترهم ومنقوفهم على اولادهم. اكيد طبعا. الصحفيه ريم محمود، الصحفيه بجريده الدستور في قسم التعليم، شكرا جزيلا ليك يا ريم. من الثانوية العامة لجامعة جنوب الوادي، واللي نجحت مؤخرا في محو أمية أكثر من 7000 مواطن خلال الشهور الثلاثة اللي فاتت، وده خلى الجامعة تبقى في المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية، واللي بيتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. طبعا الرقم ده مميز جدا، ومهم ان احنا نتوقف امام هذا الرقم لانه بيدينا رؤية تخص دور الجامعة وتخص كمان دور المؤسسات التعليمية عموما في خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستثمار طاقتها البشرية والمادية المتميزة وكيفية الاستفادة منها في مواجهة تحدي الأمية. لتفاصيل اكتر تعالوا نروح لدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي اللي منورنا عبر زوم. صباح الورد يا دكتور. صباح النور يا فندم، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على متابعينك الكرام، واهلا وسهلا. كل الشكر والاحترام على النشاط والمجهود اللي طلبت ودكاتره ومعيدي جامعه جنوب الوادي بيقوموا بيه في مجال محو الاميه يا دكتور. اولا يا فندم، الدوله نظرت للاميه على انها هم وطني، بالتالي يجب أن تتضافر جميع الجهود للقضاء على هذه المعضلة التي تعوق التنمية وخصوصا في جنوب الصعيد. يمكن في محافظة غنا احنا تعداد السكان 3,500,000 3,500,000، 29% منهم تقريبا من الأميين. الهيئة القومية لتعليم الكبار بادرت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات المصرية لمحاربة هذا المعوق الكبير من معوقات التنمية. هذه المبادرات أو هذه البروتوكولات لم تؤتي أكلها في الواقع إلا بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الرائع أستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بجعل متطلب تخرج محو أمية 8 من الدارسين أو من الأمية متطلب تخرج لكليات التربية، قطاع التربويات وقطاع العلوم الإنسانية. هذا القرار بالفعل
دفع الجامعات إلى الانخراط بشدة في محاربة الأمية. خلينا نقول بعد القرار ده إيه اللي بيتم؟ قطاع التربويات، كلية التربية التعليم أساسي، كلية التربية العام، كلية التربية الطفولة، كلية التربية الرياضية، كلية التربية النوعية، ده قطاع التربويات بالإضافة إلى الأداب وكلية الحقوق وكلية التجارة، قطاع الإنسانيات. مطلوب متطلب تخرج بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، متطلب تخرج لكل طالب من طلاب هذه القطاعات أن يمحو أمية 8 من الدارسين. لكن هل ممكن تعميم الفكرة دي يا دكتور يوسف عن باقي التخصصات والكليات؟ هو اعتبار على اعتبار أن التربويين دارسين اوريدي لمقرر تعليم كبار، فدول إلى حد ما متخصصين. قطاع الإنسانيات للوفرة العدد الغزير من الطلاب في القطاع ده، واسم القطاع إنسانيات، فمعنيين بشكل أو بآخر بهذا الموضوع. أيضا يمكن المجلس الأعلى للجامعات أفرد مقرر اسمه قضايا مجتمعية، جزء منه المشكلة السكانية ومحو الأمية. المجلس الأعلى للجامعات لما أقر ده ابتدت الجامعات في التطبيق. دور الجامعة بتعمل إيه؟ بتوجه الطالب أن يذهب إلى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أو مركز تعليم الكبار بالجامعة. إحنا جامعة من الجامعات التي لديها مركز لتعليم الكبار تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا المركز له شبكة من المنسقين داخل الكليات. دور هؤلاء المنسقين توفير البيانات لطلاب الجامعة عن الأمية أو المواطنين الأميين في المناطق المختلفة من دكتور يوسف وفقا للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، واللي اخرج احصائيات بتقول ان نسبه الاميه في الصعيد والريف والنجوع بترتفع عن نسبه الاميه في الحضر او في المدن. نعم. وان نعم. نسبه اعلى نسبه اميه في جمهوريه مصر العربيه هي في محافظه المنيا عكس نعم. محافظه البحر الاحمر، واللي بتتميز باقل نسبة أمية هي وباقي محافظات القناة. ياريت نعم. يعني تقول لنا أسباب يعني ارتفاع نسبة الأمية في محافظة زي محافظة المنيا مثلا. هو رغم أن أنا مش معني بمحافظة المنيا، لكن هو القصة نسبة وتناسب. أو في الصعيد عموما، في الصعيد في الصعيد عموما نسبة وتناسب. لما أتكلم على محافظة قنا بقول 3 مليون و500 3 مليون ونص، منهم 29% أمية، نسبة كبيرة مش نسبة صغيرة. ايه الاسباب يا دكتور؟ التسرب من التعليم في البدايات جزء كبير من المشكله دي. كان في البدايات برضه الانصراف عن تعليم البنات في بعض القرى عدم رغبه الاسر مثلا. نعم. عدم رغبه نعم. الاطفال نعم. مثلا في الالتحاق بالمدرسه او صعوبه الوصول للمدرسه. اسباب الاميه كثيره، لكن ابرزها التسرب التعليمي، ان الطالب او التلميذ بيتسرب من التعليم المرحله الابتدائيه، وبالتالي حلقه الاميه كل مالها وبتزيد، والاعداد كل مالها في تزايد من هذه الجزئيه. دكتور يوسف، لو حضرتك شايف شاشتنا، شاشه صباح الورد، احنا معانا صور للمجهود الكبير اللي قمتم بيه، وملاحظين كمان في بنات وستات كتير، وفي كمان رجال كبار في السن. ما انا اكمل اللي معليك. اتفضل. هو الطالب بعد ما بيتوجه لخدمة المجتمع وبياخد بيانات الدارسين أو بيانات المفروض محو أميتهم من مركز تعليم الكبار بالجامعة ومنسق القسم في الجامعة، بيذهب إلى قريته أو بيذهب إلى المنطقة المختصة به، ويجمع البطاقات الشخصية أو البطاقات الرقم القومي لعدد من الأمية، ويتوجه بهم إلى مركز محو الأمية في المدينة أو في الحاضرة التي ينتمي إليها، ويسجل يتعاقد تعاقدا حرا لفتح فصل على الأقل لا يقل عدد المنتمين إليه عن 2. عدد الفصول التي تم افتتاحها الكثير من الفصول، دور الجامعة الإرشاد والتوعية، دور الجامعة توفير البيانات والداتا من خلال تعليم الكبار، دور الجامعة القوافل التنموية المختلفة التي تسيرها في المحيط، القوافل حث الطلاب داخل الجامعة وخارج الجامعة على الانخراط في مشروع محو الأمية. طب نتكلم على الأرقام شوية. الأرقام أرقام جامعة جنوب الوادي أرقام دالة وشديدة الدلالة. يمكن إحنا في العام 21 الامتحانات بتنعقد في 4 دورات، دورة يناير، دورة إبريل، دورة يوليو، ودورة أكتوبر. جامعة جنوب الوادي احتلت المركز الرابع على عموم الجامعات المصرية في دورة يناير
طموحه أمية 2640 طالب دارس. بعد كده جامعة جنوب الوادي أيضا محت أمية 2308 طالب دارس في دورة أبريل. في دورة يوليو محينا أمية 10138 دارس. في دورة أكتوبر 6174 دارس. احتلنا المركز الخامس على عموم الجامعات المصرية في العام 21 بما هو حصيلته 21260 متحرر من عتق الأمية. ماذا فعلت جامعة جنوب الوادي أيضا لتحفيز وحس الشباب على الانخراط في مقاومة الأمية ومكافحة الأمية؟ اقترحنا حزمة من المساعدات للطلاب المنخرطين في هكذا برنامج. حوافز أولا. نعم حوافز. حوافز أولا أولوية التسكين في المدن الجامعية، ثانيا أولوية المشاركة في الأنشطة الطلابية، ثالثا المساهمة في تكلفة أو دفع بعض المصروفات الدراسية للطلاب، رابعا المساهمة في دفع تكلفة الكتاب الجامعي. طبعا طبعا لازم ياخدوا مكافأة على نشاطهم في يعني مبادرة زي دي يا دكتور يوسف، لكن خليني أسأل حضرتك، هل يعني ما مدى استجابة الطلاب في المشاركة في نشاط زي ده؟ هل هو يعني موضوع إجباري ولا تطوعي؟ وهل كل الطلبة بتستجيب؟ أولا هو متطلب تخرج، متطلب تخرج ده بناء على قرار مجلس الأعلى للجامعات القطاع التربويات وقطاع العلوم الإنسانية. متطلب تخرج يعني حتى يتخرج الطالب يجب أن يقدم ما يثبت أنه مع أمية 8 من المواطنين، وهذه العملية عملية منضبطة، عملية منضبطة، لأن هؤلاء الأميين أساسا موجودين في قواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية لتعليم الكبار، يتحصل عليها الطالب من الهيئة، والهيئة هي المنوط بها عقد الامتحانات لهؤلاء الأمية، لهؤلاء الدارسين، وبالتالي منح الطالب شهادة أنه خرج أو أهل عدد كذا من الأميين. إذا وصل العدد إلى 8 هذا هو المطلوب منهم، إذا زاد العدد عن 8 من الدارسين تم تحريرهم بفعل هذا الطالب، حزمة المكافأة تطبق عليه. بمعنى إحنا ابتدينا في العام الأخير 200 جنيه لكل طالب، لكل متحرر من الأمية زيادة عن العدد المقرر من المجلس الأعلى للجامعات. المجلس الأعلى للجامعات قال 8، أي طالب يحرر أمية التاسع بياخد 200 جنيه على كل دارس متحرر من الأمية، بالإضافة لل 250 جنيه اللي تدفعها الهيئة القومية لتعليم الكبار لكل طالب من طلاب الجامعة، نظير كل دارس تم تحرره من رق الأمية. أكيد أكيد لازم ياخدوا يعني جوائز ومكافآت لمشاركتهم في هذا النشاط التطوعي المفيد لوطنهم ولبلدهم. الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. طبعا احنا بنتكلم في مكافأة 200 جنيه و250 جنيه، يعني كقيمة مالية مش كبيرة لكن هي حاجة رمزية في النهاية. بالضبط. الرحمون يرحمهم الله، الرحمون يرحمهم الله. شباب مصري خد أكتر من 4 أو 5 أيام، قرابة أسبوع، بيبحث عن آلية أنه ينقذ بها قطة عالقة على أحد الكباري. نموذج جيد ولازم في صباح الورد نلقي الضوء على مثل هذه النماذج. تعالوا نشوف الفيديو.
يعني زي ما انت قلت يا محمد، الراحمون يرحمهم الله، شباب زي الورد يعني عشرينات وثلاثينات، قعدوا يومين كاملين في محاولات لإنقاذ قطة، طبعا وقت ومجهود كبير يا محمد. هي الفكرة كمان يعني انت على رأي كلامك وقت ومجهود، وشفنا الفيديو رجل ربط نفسه بحبال كان ممكن يعرض نفسه معرض للخطر. بس في قلبه رحمة، وهم كمان انا شايفه ان في اصرار على انقاذ القطه، يعني هم كانوا ممكن من اول محاوله ما عرفوش خلاص يسيبوها. ما هي دي جينات الشعب المصري، يعني بيظهر في مواقف كتير جدا حاجات شبه دي كتير، لكن ده احنا بحال من الاحوال القينا عليه الضوء، لكن ده كله بيحصل في شارع مصر. وزي ما في وقائع سيئه يا محمد، وزي ما في حوادث سيئه واللي موجوده في كل المجتمعات، في الجهه المقابله في شهامه وجدعنه واخلاق طيبه بيتميز بها المصريين. الخير في وفي امتي الى قيام الساعه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. صحيح عليه الصلاه والسلام. دلوقتي بقى خلونا نروح نشوف درجات الحراره واخبار حاله الجو والطقس، ونرجع مره ثانيه. ورجعنا لكم مرة تانية، ومن أخبار الطقس تعالوا نروح لخبر جميل جدا. وطبعا على مدار الأيام اللي فاتت كلنا تابعنا حكاية الطفلة رقية اللي تكاتف المصريين علشان يقدروا يجمعوا لها أكتر من 45 مليون جنيه علشان حقنة الضمور العضلي اللي هي محتاجاها. الحقيقة أن المصريين بجدعنتهم وشهامتهم لازم نشيد بيهم في الأوقات اللي زي دي، لأن الوقائع كتيرة، ومهم كمان نذكر الأخلاق الطيبة اللي بنتمنى أن هي تدوم كتير وكتير. واقعة رقية وقبلها الراجل الطيب اللي عربيته ولعت وجمع أهالي قريته مبلغ كبير جدا علشان يساعدوه ويشتروا له عربية، خلتنا نسأل سؤال مهم جدا. إيه هي سيكولوجية المصريين؟ والمساندة والجينات اللي مليانة أصل وخير وشهامة وجدعنة. تعالوا نستقبل دلوقتي عبر زوم دكتور رندا الطحان، أخصائية علم النفس والاجتماع. صباح الورد عليكي. صباح الورد عليكم يا رب، وإن شاء الله كده يومكم سعيد. يعني لما 45 مليون جنيه يتجمعوا في فترة قليلة جدا علشان علاج طفلة
واللي ساهم بمبلغ قليل واللي ساهم بمبلغ اللي قدر عليه، وقدروا يجمعوا هذا المبلغ الكبير في الفترة القليلة دي. بتشوفي ده ازاي؟ اولا انا بشوفه ان هو صفه وسمه اساسيه عند المصريين. دي كانت حاجه مهمه جدا احنا لازم نشيد بيها طبعا، شكرا للمجهودات العظيمه المصريين تكاتفوا من اجل نجاح عمليه الوقايه، وهنبروج ده كله في صفه التعاطف. صفه التعاطف دي اللي تميز فيها المصريين، وهي قدره المصريين او قدره الشخص على شعوره بمعاناة الآخرين، وإن هو يحط نفسه مكانهم. وطبعا التعاطف ده مش كل الناس بيكون عندها الصفة دي، يعني في ناس اللي هي مايلة إلى السواء النفسي أو الصحة النفسية بيبقى عندها نوع من التعاطف والتراحم بينها وبين الناس، يعني بتحس بمعاناتها، بتقدر تقدر المعاناة اللي هي فيها، بتتفهم الحالة النفسية والعقلية للشخص أو الأسرة اللي موجودة، فبالتالي بتقدر إن هي تساند الناس ديت من أجل إن هي توصل لاستقرار أو سعادة الحالة اللي قدامها. أكيد. وطبعاً المصريين هنا كونوا، يعني إحنا في علم النفس عندنا ثلاث أركان أساسية للتعاطف. التعاطف هو التعاطف العاطفي، وعندي التعاطف الجسدي، وعندي التعاطف المعرفي. التعاطف العاطفي ده اللي احنا شفناه من خلال انتشار الحالة الأول، أو إن احنا كانوا بينجدوا بالمشكلة دي، وإن احنا إزاي نقدر نتكاتف من أجل حل هذه المشكلة وإنقاذ وقاية. فبالتالي كان عندنا حس عاطفي كده، إن احنا لأ متضايقين جدا على حالة الوقاية دي، أول مرحلة ابتدينا نوصل لها، فانتبنا حالة من الحزن والقلق الشديد علشان عايزين نشوفها سعيدة، عايزين نخرج من الحالة بتاعت عدم الاستقرار للاستقرار الحالة الصحية عندها. تاني ركن من الأركان التعاطف اللي حصلت برضو، يعني الناس طبعا المصريين توصلوا ليها، وهو التعاطف الجسدي. التعاطف الجسدي بيكون استجابة جسدية للحالة اللي قدامي. يعني ايه اللي حصل؟ ما احنا اول ما شفنا الخبر ابتدينا نحس ان لا قلبنا وجعنا، لا ده احنا ممكن نبكي على الحالة. دكتور، واحنا بنتكلم عما يسمى بالفكر الجامعي في المجتمع، ازاي وصلنا من مرحلة التعاطف الشخصي الفردي وسائل التواصل الاجتماعي لمرحلة الفكر الجامعي كل المجتمع بيشارك وبنوصل ل 45 مليون جنيه وده رقم كبير؟ ما هي دي بقى المرحلة الثالثة اللي هي من التعاطف اللي بنقول عليها، اللي هو التعاطف المعرفي. ان انا ازاي بخاطب الحالة العقلية بتاعت الناس؟ يعني احنا خاطبنا الحالة العقلية بتاعت أسرة القية، حطينا نفسنا مكانهم في حالة ان هم بيقولوا ماذا لو؟ ماذا لو دي طبعا نظرية في علم النفس بنسميها نظرية العقل أو نظرية التفكير فيما يفكر فيه الناس الآخرون. فجينا فكرنا إن هم خايفين من عدم استقرار الحالة، أو لا قدر الله الوقاية ما تستقرش حالتها الصحية ويؤدي إلى طبعا حاجة مش حلوة لا قدر الله. فإحنا لما توصلنا للنوع ده ابتدينا لا خلاص احنا لازم ناخد خطوة، لازم كلنا نجتمع ونتكاتف ونتساند من أجل إنقاذ الوقاية. فبالتالي كلنا تعاوننا، اللي هو لا كل اللي يقدر عليه يعمله إن هو يبدأ يجمع المبلغ، يبدأ إن هو يحسن. هل هنا دكتور بنتكلم عن إدارة جيدة للحملة الإعلامية عندهم للسوشيال ميديا، ولا أصل موضوع تواصلنا مع حضرتك في جينات خاصة بالمصريين وسيكولوجية الشباب المصري والشعب المصري كانت سبب مهم في تجميع هذا الرقم؟ طبعا الموضوع هو جيناتك بحت. احنا المصريين رقم واحد الناس بتوصل لنا من خلال العاطفة مش العقل. احنا ناس عاطفية جدا، ما عندناش حتة ان هو ايه انا هفكر بواحد زائد واحد يساوي اتنين، انا ما بحطش المنطق بالذات في الحالات الانسانية. احنا من الناس اللي هي عندها شهامة، عندها مروءة، هي تربت على كده، تربت لما تشوف حد محتاج للمساعدة. بالضبط احنا عاطفيين جدا، لان احنا طول الوقت بنحط نفسنا قصاد الناس، طول الوقت بنحس ان احنا عندنا حب الخير للناس، حب المساندة، حب عمل الخير. حتى احنا ماشيين على نهج، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال خير الناس أنفعهم للناس، احنا بنعمل بالجملة دي طول الوقت. فكرة الإحسان نفسها احنا كلنا جوانا إحسان. يا دكتور راندا، في بعض الوقائع وبعض الحوادث السيئة اللي حدثت في الأيام الأخيرة، واللي طبعا تم تداولها بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وزي ما حضرتك عارفة طبعا السوشيال ميديا العالم كله بيشوفها، فأصبح كلمة مصري أو مصريين محطوطة في سياق مش حلو،
يعني ليه المصري بقى كده او ليه المصريين بقوا كده، فالناس زعلت يعني ان المصري اتحط في السياق ده. فيجي امبارح موقف زي موقف الطفلة رقية وتجميع مبلغ 45 مليون جنيه في فترة وجيزة يرد على كل الأقاويل اللي بتتقال ويرجع للهوية المصرية شكلها الجميل وجدعنتها وشهامتها. بتشوفي ازاي يا دكتور راندا ان انا ما تأثرش بالكلام الوحش لو اتقال او ان انا اعمم السيئة؟ احنا اولا ما ينفعش نعمم السيئه، لان احنا لنا مواقف كتير قوي بتشيد الى شهامه وجدعنه المصريين. أكيد. فكره ان انا احط المصري في الاطار اللي هو القاتل او المجرم، او ان انا ادخله في حته تانية واشاور عليه عشان هو مصري فبقى قاتل، لا طبعا ده غلط. لان اولا انا ما اقدرش اقول عليه ان دي بقت ظاهره او دي بقت حاجه منتشره، لان الظاهره بتحتاج لاحصائيات ومعدل نسبي او مئوي كبير. فأنا مش هقدر أعمم ده وأنا ما عنديش غير يعني كم قليل جدا من الجرائم، وخاصة يا دكتور ريم إن الجرائم والحوادث والوقائع السيئة دي موجودة في كل المجتمعات. بالظبط، ده طبيعي. يعني احنا عكس مثلا المجتمع الامريكي اللي هو بيبقى كل دقيقه في جريمه قتل، في اغتصاب، في عنف. فبالتالي احنا غير خالص، لا احنا مش متربيين على ده، ومش ده السمه الاساسيه بتاعت المصريين. دي حاجه لا تمت للمصريين وثقافتهم وتربيتهم خالص بصله. فبالتالي انا مش هقدر اعمم حالات شاذه، حالات نادره، على ان ده يبقى السلوك ده العادي او العام بتاع بالظبط كده بتاع المصري. ده غلط جدا يعني. دكتور ريم استاذنك، طبيعي جدا يحصل. استاذنك خليكي معانا. بينضم لنا هاتفيا الاستاذ سليمان رضا، عم طفله رقيه. برحب بحضرتك يا استاذ سليمان. ازي حضرتك يا استاذ؟ اولا الف مبروك ان الحمد لله جمعنا الفلوس، ثانيا طمنا على رقيه. الله يبارك في حضرتك، والله هي بخير الحمد لله. يعني مستنيين بعض الاجراءات تخلص يعني، وان شاء الله هتاخد الحقنه، هتبدا تجهيز الحقنه وتاخدها باذن الله. التفاصيل يعني، حد تواصل معاكم من وزاره الصحه؟ حد تواصل من التضامن؟ احنا مستنيين اختار من وزاره الصحه حاليا. استاذ سليمان كلمني عن اللحظه اللي تم تجميع المبلغ فيها، اللي انت شفت كده او عرفت ان الرقم خلاص كمل وتم تجميع الرقم كامل، حسيته بايه والاجواء كانت عامله ازاي؟ الفرحه ما كانتش في بيتنا بس، يعني لو حضرتك شفت الفيديوهات يعني شفناها طبعا بالكامل، وناس من خارج المنطقه يعني كانت فرحه كبيره جدا، زغاريت وافراح. اه طب الخطوه الجايه ايه يا استاذ سليمان؟ الخطوه القادمه ايه بالنسبه لرقيه؟ الخطوة القادمة إن في إخطار بيجي من وزارة الصحة، وبناء عليه بيتم الفحوصات، بعد كده بتتجهز الحقنة في 12 يوم، وبعدين بتاخدها، وبعد كده بقى علاج طبيعي وكده لحد ما إن شاء الله. طب ونتيجة الحقنة دي يا أستاذ سليمان بتظهر بعد قد إيه؟ لا مش أقل من سنة. شفاها الله وعافاها. طيب أستاذ سليمان، وفرصة حضرتك موجود معانا، محتاجين توضيح، لانه في كتير من الاشاعات على السوشيال ميديا بتقول انه القصه فيك ومفيش اصلا رقيه، واهل رقيه قفلوا موبايلاتهم وقفلوا صفحاتهم، فيعني محتاجين توضيح منك. هو مبدئيا كده يعني، مبدئيا يعني التبرعات تمت تحت اشراف وزاره التضامن، يعني احنا ما مسكناش جنيه بايدينا مبدئيا يعني. ثانيا يعني الناس كلها عارفانا هنا، وحتى يعني الناس الصفحات اللي نزلت كده بهدف ان مثلا الريتش بتاعها يقلق او شيء من هذا القبيل، يعني تم رد عليها يعني رد محترم الحمد لله. موجودين في اسكندريه؟ لا طبعا يعني كلام مش مظبوط خالص يعني. موجودين في محافظه اسكندريه؟ موجودين في محافظه اسكندريه عزبه سكينه، والناس كلها عارفانا، والناس اللي احتفلت ديت ووقفت جنبنا ولفت معانا وعملت معانا، ويعني مش عارف اقول ايه والله يعني، بس يعني لا طبعا يعني. طيب نتمنى ان شاء الله كامل الشفاء لرقيه. بنشكر حضرتك استاذ سليمان رضا، عم طفله رقيه، كنت معانا هاتفيا من اسكندريه. وبرجع لك تاني يا دكتور، واحنا بنتكلم عن شهامه المصريين وجدعنه المصريين، وضربنا امثله في نفس الحلقه دي، شباب بينقذ طفله، وناس بتجيب عربيه لحد عربيته ولعت، وبنلم 45 مليون جنيه رقيه. في نموذج اخر بيروج شائعات انه لا مفيش رقيه وده نصب في نصبه، نفسر الازدواجيه دي ازاي؟ والله هو ده طبيعي، لان ده من الاعراض السلبيه للسوشيال ميديا.
دي حاجة طبيعية جدا بتحصل لأي حالة من الحالات المشابهة للرقية في جمع التبرعات، وده طبعا نتيجة عدم المصداقية في حالات كتير كانت بتظهر الفترة الأخيرة. كان بيدعوا المرض من أجل لم التبرعات، ولكن كان بشكل فردي، يعني كانت التبرعات دي بتتم بشكل فردي مش تحت رقابة أو إشراف وزارة معنية أو مؤسسة هي اللي بيتم التبرع من خلالها. وأنا شايفة إذا كانت الحالة داخلة في السياق القانوني، وكمان في دكاترة أكدوا على ده من خلال حالة الرقية، فطبعا أي حد مصري بيبقى عايز يتبرع لحد بمبالغ باهظة زي كده. يعني هم كانوا عايزين 40 مليون، جمعوا 45 مليون، ما طبعا شاء الله. المبلغ كان كمان زيادة. فده كله نتيجة إن الناس وثقت في الحالة اللي تستدعي التبرع. فإذا كان المصريين فعلا مصدقين إن الحالة تستحق، هم بدون فكر بدون حساب بيروحوا يتبرعوا بكامل كل طاقتهم الشكر، كل وقدراتهم الشكر، المالية. كل شكر لكل مصري ساهم طبعا ولو حتى بجنيه صح في هذا العمل الخيري من أجل شفاء وعلاج رقية. لطالما المصريين بيتميزوا يا محمد بالجدعنة والشهامة وطيبة الأصل والأخلاق العالية. دكتور رندا طحان، أخصائية علم النفس والاجتماع، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم جدا، صباح الورد فاصل عليكم. صغير وهنرجع بأول فقراتنا، استنونا. مرحبا بحضراتكم من جديد، اولى فقرات صباح الورد النهارده. النهارده طلاب الثانويه العامه في اللجان عندهم امتحان ماده اللغه العربيه، كل توفيق لهم يا رب، ونتمنى طبعا تعدي الامتحانات عليهم واللي تنتهي يوم 21 يوليو على خير. ازاي الاسره تعيش الفتره دي وتعديها على خير وسلام، وتقدر تدعم اولادها بشكل صحي وسليم؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا دكتوره نهى سالم، استشاري الصحه النفسيه اللي منورانا في صباح الورد النهارده. صباح الورد يا دكتور. صباح النور عليك. اخبار حضرتك استاذتنا ايه؟ صباح الورد عليك. يوم عصيب في معظم او كل البيوت المصريه اللي عندها امتحان ثانويه عامه. بدايه، ازاي نغير الفكره دي عند الناس وعند الشعب المصري المتاصله من سنين؟ مبدئيا كده يعني انا ما اقول اي طالب انك انت ما تقلقش ما تتوترش، انا كده ببالغ. هو التوتر والقلق يعني اصاب ولي الامور ايضا، ولكن لما انا اقول لك ما تتوترش بلاش تقلق انا ببالغ. ليه؟ لان الخوف والقلق بيزود الحماس عندي، حافز، بيساعدني على التركيز اكتر، ارتب اموري ان انا عشان احقق هدفي. لكن امتى بقى الهدف يكون او الخوف يكون شيء سلبي؟ لما يزيد عن حقه، لما يبتدي يزود عندي ضربات القلب السريعة، يحسسني بالاكتئاب، لما ياخدني في زاوية ان انا انسى الاجابات الصحيحة افتكرها. وده بيحصل كتير يا دكتور. ده بالفعل بيحصل كتير جدا للأسف. شايف الورقة سودة، انا قلقان، انا خايف، وده شيء سلبي جدا، بياخدك ان انت بتنزل بمستواك، مش هتحقق الهدف ده. يعني الخوف في حد ذاته هو شعور انساني سوي طبيعي عند كل جداً. الناس، زيه زي الفرح وزي العصبيه، لكن الفكره انه لما يزيد عن حده بيعمل مشكله. طبعا، يعني بيخليني مش قادر اتذكر، مش عارف انظم افكاري، بياخدني الاعراض يعني التوتر، اكتئاب، انعزل. اعراض ممكن تاثر بالسلب على الطالب. طب يا دكتور، ذاكر عشان تخش كليه طب، انا عايزك تطلع ضابط زيي، انا عايزك تطلع دكتور زيي، ده بيمثل ضغط على الطالب؟ بالاضافه الا يعني برضو عايز اسال حضرتك، ما هو ممكن يكون قدراته وامكانياته لا تسمح ليه انه يطلع زي باباه مثلا. انا اكد معاكي اللي حضرتك قلتيه دلوقتي. للاسف ان اثبت المتخصصين ان الاباء والامهات اكبر تاثير على ابنائهم. بمعنى يعني انا دلوقتي ما اضغط عليك، انا عايزك في القمه، كليات القمه، انا عايزك تجيب المجموع الفلاني. كل ده اساليب ممكن ضغط بتزود التوتر عندي، بتقلل نسبه تركيزي، مش هوصل في الاخر للهدف اللي انا عايزه. فده انا هنا دوري كمتخصص، لما مثلا طالب بيجي لي كاره والده
والدته، شعر بضغط فظيع، مش قادر اذاكر، ده بسبب الضغط اللي احنا ممكن بقى نتكلم مع حضراتكم. لا بس ثواني، هو في طلبه بتيجي لحضرتك تكشف؟ طلبه ممكن تكون، يعني مش عايزه افتح الزاويه دي، بس ممكن تكون مايله كمان للانتحار بسبب الضغط اللي هي بتتعرض. وبنشوف يا دكتور حالات في السنوات اللي فاتت وهي خارجه من اللجنه تنتحر وهي مروحه، او قبل الامتحان بتنتحر، وبنشوف الحالات دي. يعني هل ممكن الضغط يوصل بالطالب للمرحله دي يا دكتور؟ بصي، هو الاهل برضو معذوره، لان الثقافه والوعي والادراك هو العامل الاساسي في نمط اسلوبهم او توجههم لاولادهم. بمعنى يعني انا دلوقتي انا ام او اب عايز ابني في احسن حال، لكن ادراكي في الطريقه اللي انا هوصلها لهم هو ده السيء. يعني هل انت هتضغط عليه؟ طيب انا عايزه ليه؟ عايزه في احسن حال. واحد، بقارنه بابن خالته، ابن عمه. مقارنات. اتنين، مقارنات. اتنين، ان انا مثلا بحقق حلم فيك، كليه كنت بحلم بيها وما قدرتش اوصلها فبحقق حلم فيك. ما يمكن حلمك ده مش على قد امكانيات ابنك، وهو ده السبب. يعني دايما بنشوف نمط يا دكتور، الضابط عايز ابنه يبقى ضابط، الدكتور في مصر هنا معرفش ليه يلا ذاكر عشان تبقى دكتور زي بابا او مهندس زي بابا. طب ما يمكن هو ميوله لو مش اتجاه مع ميوله يمكن يبقى انجح من باباه. الجيل بقى اللي احنا فيه دلوقتي والتفتح والسوشيال ميديا في اتجاهات تانية قدرت ان هي تثبت اني لا، انا مش لازم انجح في ان انا اجيب الدرجه النهائيه. مش هو ده هدفي، ان الهدف الحقيقي ان انا اشوف انا عايز ايه، ايه الحاجه اللي تقدر تحقق لي الثقه بالنفس. وان انا مثلا مشاهير كوره ممكن يكونش متعلمين، فبالتالي انا ليه هدف، او مطربين او يعني ممثلين. بنشوف يا دكتور في الدول الغربيه والولايات المتحده نظام القبول بالكليات لا يعتمد على الدرجات، وانما بيبقى فيه اختبارات قدرات. انت شاطر في ايه مثلا؟ في كذا، يعني اختبار قدرات، وبناء عليه الـ 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 الكلية بتتحدد بناء على قدراتك في مجال معين. يعني حضرتك شايفة ان نظام التعليم عندنا كمان هو وسيلة ضغط على الطالب؟ بص، هو الفترة الأخيرة ديت في السنة وعام يعني اجتهاد من الوزارة ان هي تحاول تطلع او تطلع الطالب من نطاق الحفظ، اثبت المعلومة، حاول افهم، هديك أسئلة اربط الأحداث ببعض، بس في الاخر خدتني في زاويه ان انا لازم اجيب مجموع عشان اخش برضو الكليه اللي انا عايزها. ما هي دي الاليات. لا، في بره في الدول المتقدمه كتير جدا ان انا مش شرط الطب او الهندسه او ما ذلك هي دي كليه القمه. ممكن محامين كلية القمه، اي مجال انت هتبرع فيه وهتبدع فيه هتبقى شاطر ومتفوق. طيب خليني اسال حضرتك بقى يا دكتور، في طالب مثلا لا قدر الله حل وحش مثلا في الامتحان، خارج من امتحان العربي حال الوحش، او هو حاسس انه هو حل مش حلو مع انه ذاكر كويس، يقعد اليومين اللي قبل الامتحان اللي بعده عمال يعيط على الامتحان اللي فات، تنصحي الطالب ده بايه؟ يعني لو دخل في النطاق ده هو دمر نفسه جدا نفسيا، واثر على كل الامتحانات اللي جايه. انصح اي طالب، انصحه في ان هو ساعه ليله الامتحان ان انا ما بفكرش في اي حاجه غير في الماده اللي انا داخلها، وليا اساليب في ان انا اعرف احل. ان انا ببدا طبعا اخد نفس عميق، استعين بالله سبحانه وتعالى، وهنا الاهل برضو سلاح ذو حدين، ان انا بعمل على الوعي والادراك اللي انا اخليك مهيئ لليله الامتحان، اساعده ان هو يسترجع المعلومه. طبعا من أغذية صحية، من مشروبات صحية، من نوم كافي، من كلمات إيجابية، تشجيع مستمرار. أنت قاعد بقى في ليلة الامتحان، فأنت قاعد مركز في الورقة اللي قدامك، بتتبع خطوة خطوة، سؤال سؤال، واللي ما تعرفوش بتسيبه في الآخر. ازاي يا دكتور نقنع، ازاي نقنع، هنرجع للنصايح، بس ازاي نقنع أولياء الأمور إنه ابنك بيعيش زي ما أنت عايش مش زي ما أنت عايز؟ ابنك إيه؟ بيعيش زي ما أنت عايش مش زي ما انت عايز. بمعنى مش مجمعه معايا؟ لا مش بمعنى. الطفل يعني بيطلع بالطريقه
الطفل بيطلع بالطريقة اللي البيت بتاعه قائم فيها، البيئة، الراجل رياضي فبيلعب رياضة فابنه بيطلع يلعب رياضة، ملتزم في الصلاة في المسجد فابنه بيطلع في المسجد. مش هيكون راجل مسلم ما بيصليش وابنه بيصلي. هو مش شرط يعني أنا ملتزم في المسجد فكل عالم وراه فاسد، مش شرط يعني، مش شرط إن أنا عشان إنسان صالح فأنا ابني هيبقى زيه. لا هو مش كل عالم وراه فاسد، مش هو شرط. أحيانا بيكون في فاسد ابن عالم، أكيد مش كل عالم وراه فاسد، مش شرط يعني. أنا وضحت مش شرط إن يبقى كل عالم وراه ناجح، يعني ممكن يكون فلتة كده، مش ناشي عن نفس النطاق ان هو طبيب فاطلع طبيب، او مثلا مؤذن في الجامعة فاطلع زيه. المشكلة عندنا مشكلة اولياء امور ولا طلبة ولا نظام تعليمي؟ كله، الوعي، الوعي، الادراك طبعا كله. انت حضرتك اب، فانا بدي مصطلحات تشجيع، كلمات ايجابية اقدر احفزك. فخلي ورقه الامتحان ده عادي، ممكن ناس بعدها بعد الطلبه بعد الامتحان يروح يلعبوا كوره، او ليله الامتحان يلعبوا كوره. ليله الامتحان والجانب الترفيهي مهم جدا يا دكتور، الراحه، الراحه والجانب الترفيهي بيساعد على استرجاع المعلومه. لكن خلينا نرجع لنقطه مهمه جدا حضرتك اثرتيها، وهو اليه استرجاع المعلومه اول ما الطالب يخش الامتحان. ده مهمه جدا بقى، انك انت زي ما قلت حضرتك ان انت بتاخدي نفس عميق، تستعيني بالله، تستعيني ان انت قدراتك، ان انت عملتي اللي عليكي. تبداي اول سؤال بتطلعي عليه، تمام؟ عرفته كان بها، بحله بتأني وتركيز، ما شتتش باي حاجه، ولا السؤال اللي بعده اخباره ايه، لا، وامشي بنفس التدرج لغايه ما انتهي من الاسئله كلها. تمام. الأسئلة الصعبة بسيبها للآخر. طب إزاي لو أنا شفت سؤال صعب يا دكتور أتجنب التوتر؟ بص بقى، ده تهيؤ قبل ما تخش للامتحان نفسه. إنك أنت بتغمضي عينيكي وبتتخيلي شيء إيجابي. إن أنا هقفل المادة، إن أنا عارف كل حاجة موجود في الامتحان، استرخاء، مهيأ، تمرينات. أو إن أنا عملت اللي عليا يا دكتور وذاكرت واللي ربنا كاتبه لي هشوفه. لكن هرجع برضه لنقطه مهمه جدا يا دكتور، اللي حل وحش ويقعد بقى اليومين اللي فاضلينه، يعني هو بين الامتحان يومين او ثلاثه بين كل امتحان وامتحان، في طالب يقعد يبكي على الامتحان اللي فات. طب ما تنسى، خلاص انت حليته اللي كان، خليك في اللي جاي. تنصحي الطالب ده بايه؟ انصح الطالب وانصح الاهل نفسهم، الاهالي، الدعم المستمر، ان انا خلاص سيبك اللي فات، خلاص انتهينا منه، اهم حاجه في اللي جاي. انصح الطالب ان هو يركز في ان هو الماده اللي بعدها احل واراجع في نفس الوقت، اربط الاحداث ببعض، ان انا اشعر بشيء بالطمانينه ان انا في ايدي ممكن اعوض. ما انا لو ضيعت الامتحان اللي فات مش هعرف. طب احنا عايزين روشته ليله الامتحان. روشته ليله الامتحان انا ده عملت معاكم دخله قبل كده وقلتها لكم، وده سؤالنا الاخير، ده شرف ليا طبعا. ان انا طبعا قبلها اكون نايم بطريقه كافيه جدا، الاهالي عامله معايا دور بشكل واسع جدا، بالاغذيه كل نص ساعه. طبعا انا ليله الامتحان ده، يعني انا مش هذاكر المنهج كله في ليله الامتحان، ليله الامتحان دي اسمها للتذكر. الوزاره عامله سنه ترمين عشان تقسم، ترتاح نفسيا. تيجي ليله الامتحان مش اقول لك ذاكر مذاكره مكثفه، لا، انا اقول لك تذكر، اقول لك راجع بشكل هدوء، النقاط الرئيسيه اراجعها، اعمل كده للعناوين الاساسيه، ملاحظات، ادي فرصه لنفسي كده نفس عميق، واخد فرصه كده لنفسي. انا العنوان اللي انا حددته انا فاكر ايه منه؟ ما انا مش كل حاجه هدخل انا المعلومات بالظبط، ما اضغطش على مخي بالظبط كده. طب انا برضو هطلب من حضرتك زي ما بننصح الطلاب، ننصح برضو ولي الأمر، الآباء والأمهات، الآباء بالذات اللي بيقعد يسم ابنه بالكلام، وأنا يعني طبعا ده واقع وأنا أسفة إني بقوله، لكن بيقعد يسمه بقى بالامتحان، أما شوف الدروس اللي أنت أخدتها طول السنة هتعمل إيه، والفلوس اللي أنا دفعتها إيه، وما أشوفك يعني أنت ممكن مش عارف تخلي شكلنا وحش قدام الناس، الناس، وأبدأ أضغط على ابني بالكلام ده. توجهي بقى لأولياء الأمور نصيحة إيه يا دكتور؟ يعني أحب أقول له اطلع بره النطاق ده، لأن هيجي بنتيجة عكسية تماما، هيقل مستواه. حاول بقى استبدل النقاط دي في إن أنا أعرف إيه نقطة ضعفه في المادة، أحاول أرجع لمدرسه
هو مش عارف يلمها، هو ايه النقاط المهمه اللي يقدر تحفزه؟ طب ازاي اقدر انجز الماده واحقق فيها الهدف اللي انا عايزه؟ اهديه راحه نفسيه بالتفشي. التشجيع زي ما انا قلت لحضرتك في بدايه الفقره. الكلمات الايجابيه دايما بتكون دعم ليا لتحقيق الهدف. دكتور نهى سالم، استشاري الصحة النفسية، شكرا جزيلا انك نورتينا النهاردة وافدتينا بكل المعلومات دي. بنتمنى طبعا ان كل الطلاب اللي بيقدوا مادة اللغة العربية، هم بقى لهم دلوقتي بالضبط ساعة وخمس دقائق في الامتحان، ربنا يا رب يجعل الامتحان سهل ويسير عليهم، وكل الطلاب تتوفق للكلية اللي هي عايزاها. خلصت فقرتنا الاولى، فاصل ونرجع لفقرتنا الثانية، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية، وصباح الورد عليكم مرة تانية. تاريخ مصر مليان بأغاني وطنية كتير، من أول ثورة 1919 لحد دلوقتي بنشوفها بتتطور وبتختلف، سواء على مستوى الكتابة أو الألحان، كطبيعة أي تطور في أي حاجة تانية. لكن الثابت في الأغاني الوطنية حاجتين مهمين جدا، إن هي بتعزز الانتماء للوطن، وإنها كلها أغاني مصرية جميلة. يمكن عشان كده كان تسمية مشروع إذاعي لطلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان زمكان. تفاصيل أكتر تعالوا نعرفها من ضيوفنا محمود العزبة وسلمى محمود وهداية محمد، المشاركين في مشروع زمكان. أهلا بيكم ومنورنا. أهلا بحضرتك. محمود خليني أبدأ معاك. الأغاني الوطنية يعني هي أداة لتوثيق أحداث كتير مرت بها مصر، سواء ثورة 1919 زي ما ذكرت، أو ثورات 52، فترة جمال عبد الناصر، فترة السادات، فترات كتير وثقتها الأغاني الوطنية. فكرة إنك تتكلم عن مشروع بيتكلم عن الأغاني الوطنية جات لكم إزاي؟ هو الحقيقة الفكرة البداية كانت الملاحظة، نحن لاحظنا دور الفن في ترسيخ الانتماء للبلد. فكان اول حاجه بصينا لها هي نجاح مسلسل الاختيار. طبعا ان احنا بنقيس نجاح الصراحه على عيال الاطفال الصغيرين، ان انت تساله انت عايز تبقى ايه لما تكبر يقول لك عايز ابقى ضابط، رغم ان هو بيعرض له في المسلسل المخاطر اللي بيشوفوها وبيواجهوها، بس هو حابب ان هو يكون ضابط عشان يعني حب البلد، تأثر بالفكرة بتاعت حس بالنزعة الوطنية. وده تأثير القوى الناعمة يا محمود. هو ده اللي احنا تناولناه في المشروع بتاعنا، وشوفنا الحاجة اللي تناسب معانا في الراديو الأغاني الوطنية. احنا مش هنبقى فيديو، احنا راديو. فتكلمنا على الأغنية الوطنية ودورها في ترسيخ روح الانتماء عند المصريين، وإنها ازاي وثقت أحداث تاريخية مرت بها البلد، وبدأنا ان احنا ندور في المنطقة ديت وتوصلنا وكانت الفكرة. هروح لسلمى، بدأتوا ازاي ودور كل حد فيكم ايه؟ وانتوا كام حد اصلا الكروب بتاعكم؟ احنا خمسة. بدأنا ازاي؟ طبعا شفنا الفكرة الأول، وبعدين ابتدينا نشوف مين المصادر اللي مين صاحب الفكرة. سلمى كلنا، هو احنا كنا بنفكر يعني بعدين مع بعض، فقلتوا يلا نعمل اكيد في حد اقترح يعني. هو احنا كنا بنفكر نعمل حاجة تبقى شوية مؤثرة، فما لقيناش أكتر من الأغاني الوطنية بتأثر فينا. بس فابتدينا فكره تتطور، طب نحط كده، طب نزود كده، طب مين هينفع اكتر، نكلم مين، بس وجت الفكره. خمسه اخترتوا كم اغنيه؟ لا كتير. هدايه؟ لا اخترنا كتير، احنا اخترنا ابرز الاغاني لعبد الحليم، واخترنا الاغنيه بتاعه طبعا مسلسل الاختيار، تتر مسلسل الاختيار، لان هي علمت جامد قوي، واغاني متنوعه بقى يعني مش طيب. هدايه انت ذكرتي طبعا عبد الحليم حافظ، الأغاني الوطنية يا هداية في مبدعين كتير شاركوا فيها زي عبد الحليم حافظ زي ما انت قلتي، في وردة، في صلاح جاهين، كمال الطويل، في فنانين كتير اشتركوا فيها. هل انتوا من خلال المشروع بتاعكم ركزتوا على فنانين معينين، ولا اتكلمتوا على عموما الفنانين اللي شاركوا في الأغاني الوطنية؟ لا هو احنا اتكلمنا عن الاغنيه الوطنيه بشكل عام، تمام. وبعد كده البرنامج بتاعنا بتاع الراديو، المشروع بتاعنا بيبقى ليه مده معينه،
فعلشان كده احنا خدنا ابرز الاغاني الوطنيه، كان ابرزها طبعا لعبد الحليم صوره وخلي السلاح صاحي، وخلي السلاح صاحي وعدى النهار ولف البلاد يا صبيه، يعني كل الاغاني دي احنا تناولناها في المشروع. وكفترات يعني كان الفترات اللي هي حصلت فيها الاغاني والاحداث اللي توثقت فيها الاحداث عن طريق الاغاني. طيب هرجع لك يا محمود، زمان في الحروب اللي هي بقى في العصور الوسطى اللي كانت فيها خيول وفيها سيوف، كان بيقولوا دقة طبول الحرب، وكانوا بيدقوا الطبول بشكل يعني جامد كده عشان يشجعوا الجنود والجنود تاخد حافز للحرب. الأغاني الوطنية شايف إن هي فعلا ممكن تحرك مشاعر الشعوب؟ أكيد. بداية أصلا الأغنية الوطنية كانت على شكل هدفات للثورة، كانت المقاومة المصرية كانت محتاجة هدفات للثورة بتاعتها ضد الاحتلال البريطاني. فكانت البداية بتاعت الأغنية الوطنية كانت مجرد أشعار، كان كتبها مثلا كان ليه أسامات كبيرة قوي الأديب توفيق الحكيم، لغايه ما جاء سيد درويش واضاف اللحن للشعارات دي. لا بما انك عملت دراسه عن القصه فواضح انه في معلومات كتير. تعالى نعزم جمهور صباح الورد على جزء من زمكان، هنتفرج على جزء من هذا المشروع ونرجع بعد تاني. كلية الإعلام جامعة القاهرة تقدم زمكان، حكاية شعب بيختلف فيها الزمان وإحنا لسه في نفس المكان. من هنا بتبتدي الحكاية، حكاية شعب وأرض وناس وبلد دايما مرفوع الراس. لو عايز تعرفها أكتر اسمع أغانيها وهي اللي هتقولك كل تفاصيل الحكاية. الناقد الفني والدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ مساعد النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون ومقدم برنامج الموسيقى العربية بالتلفزيون المصري. الغناء الوطني ظهر مع ثورة 19 وسيد درويش هو الذي أشعل بالأغاني الوطنية التي تتغنى في حب مصر. أم يا مصري مصر دايما بتناديك، أم يا مصري مصر دايما بتناديك، وكانت فترة ثورة 19 كانت بتتسم في الطابع الغنائي بتاعها بشيء من القوة والحماسة، وحث المصريين على النهوض ضد الاستعمار والتحرر وحاجات زي كده، إلى أن جاءت ثورة 52 والضباط الأحرار وبدأت أهداف أخرى لهذه الثورة، وبدأ يصطحب هذه الثورة أغاني تعبر عن هذه الثورة. كان طبعا عبد الحليم هو نتاج هذه الثورة سنة 52، أفرزت مجموعة من الفنانين من ملحنين ومطربين وشعراء جدد عملوا أغاني وطنية خالدة أرخوا لتاريخ مصر من أول ثورة 52 لحد افتتاح الملاحة سنة 75. وكان أيقونة هذه الثورة وأيقونة تلك الفترة هو عبد الحليم حافظ الذي أرخ لنصف قرن من الزمان لتاريخ مصر المليء بالأحداث المختلفة. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. أنا مرة تانية وعايزة أرجع لك يا سلمى، يعني أنا لاحظت أن في البروجكت أنت عرضتي أم يا مصري وعرضتي أغاني قديمة جدا لعبد الحليم وسيد درويش. دايما لما بنيجي نعمل بحث عن الأغاني دي على جوجل أو يوتيوب أو أي محرك بحث بيكون النقاء ضعيف جدا، دي حقيقة. وفي زي وش كده في الأغنية، دي حقيقة. شايفة أنا لاحظت وفي زملائي في الكنترول روم لاحظوا أن النقاء بتاع الأغنية عالي جدا، عملتي إيه؟ احنا حاولنا ندور، يعني احنا قلبنا الدنيا جدا في اليوتيوب عشان نقدر نوصل لاكتر اغنيه الكواليتي بتاعتها كويسه وتقدر تقدم حاجه للودن. يعني الصوت دوت من اليوتيوب؟ من اليوتيوب. مش من مكتبات او؟ لا لا لا، من اليوتيوب. ده من اليوتيوب جبناه، حاولنا ندور لان انت بتبقى عندك اغاني كتيره قوي بكذا فيرجن بكذا كواليتي، فبتاخدي احسن حاجه وتشوفيها مناسبه مع المشروع بتاعك وبتحطيها. طيب انت لما خدتي الاغاني دي من محركات البحث عبر الانترنت اثناء المكساج وتركيب الصوت والحاجات دي، ما نقيتيش الصوت او عملتي اي بروسيجر؟ لا. لا لا، كان في بعض الاغاني بيبقى فيها شويه ديستورشن بيتظبط بس. انت كنت مهندسه صوت الموضوع؟
ادواركم. وانت طبعا الصوت ده كان صوتك ما شاء الله، صوت اذاعي رائع. وانت كنت مهندسه الصوت وحضرتك كنت في الاعداد. اعداد وسكريبت. ومعانا زميلتنا رضوى سوري ورده ياسر. ورده كانت برضو معاها في سكريبت رايتر. كويس. وداليا عبد العزيز كانت برضو بتمنتج اللي هي المصادر بتاعتنا. بتمنتج المصادر لان احنا طبعا المصادر بتتكلم في مواضيع مختلفه، فاحنا عايزين اجزاء معينه، فهي اللي كانت بتمنتج. اختيار الاغاني دي بالتحديد وبالترتيب اللي انتوا عاملينه، هل كان ليه فلسفه معينه؟ هو التسلسل الزمني للمشروع. من اول ثوره 1919 لغايه الفتره الحاليه بتاعتنا. سيد درويش وعبد الحليم حافظ. هل كان في الاختيار الكلام كان اهم، ولا الصوت، ولا اسم النجم اللي كان بيغني، ولا المواكبه لفتره زمنيه وحدث حصل؟ سلمى ترد علينا. هدايا. لا طبعا ابرز، يعني احنا اخترنا ما دام الحدث مثلا ثوره 19 اخترنا ابرز حاجه كانت موجوده بتعبر عن الثوره دي. يعني احنا مثلا في اغاني عبد الحليم لما اخترناها عشان توثق الاحداث، لان هي كانت ابرز حاجه، كانت ابرز حاجه ظاهره في الاحداث اللي هي وثقته وهكذا. يعني احنا ما اعتمدناش، واعتمدنا برضو ان احنا في حته ناخد الكوبليه المناسب. يعني الاغنيه بيبقى فيها يعني اجزاء معينه بتمس قوي المشاعر، يعني بتتك قوي، فاللي احنا خدنا بقى الكوبلهات دي. هو انا عارف انه زمكان علشان الزمان والمكان، بس مين صاحب فكره الاسم؟ صاحب فكره الاسم هي الدكتور بتاعتنا، دكتور هالينا خالد، هي اللي اقترحت علينا الاسم. كان في كذا اقتراح، بس ده هو كان الاقتراح اللي رسينا عليه في الاخر، لانه هو اللي بيناسب مشروعنا. ان هو المكان واحد وهي مصر على مر التاريخ. طيب محمود، انتوا استعنتوا بالملحن عزيز الشافعي والمؤلف نصر الدين ناجي ودكتور اشرف عبد الرحمن استاذ النقد الفني بالمعهد العالي للموسيقى العربيه، اضافوا لكم ايه؟ عرفونا تاريخ الاغاني اللي كنا بنتكلم عنها. يعني مثلا دكتور اشرف حكى لنا عن اغنيه بسم الله الله اكبر، بسم الله بتاعت حرب اكتوبر، قال لي انها اتلحنت بليغ حمدي، لحنها على سلالم مسبيرو في فترة قليلة خالص من ساعة اللي اعلن عن عبور النصر، وقدمها الكورال اللي هو ده ما كانش كورال موسيقي اصلا، كان عمال شغالين في مسبيرو، وما كانش اصلا راضيين ان هم يسجلوها في الاول، ما كانش سايبين لهم الاستوديوهات مفتوحة، لكن هم اصروا هو بليغ حمدي وقدموا لنا الاغنية ديت ولسه بالشكل بتاعنا ده. وفي كمان اغنية اللي مش فاكر مين اللي ملحنها الصراحه، بس هي لا اللي ملحنها سيد درويش، كانت غنتها نعيمه المصري، كان اسمها يا بلح زغلول. حكى لنا يا حليوه الحكايه بتاعتها، يعني ان سعد زغلول لما اتنفى كنا محتاجين ان هم يعملوا حاجه يعني تأيده، بس كنا خايفين من الرقابه البريطانيه وقتها، فعملوها بشكل يعني شعبي كده. طيب يا سلمى، انتوا يعني عرضتوا اغاني لفتره 1919 سعد زغلول، ولفتره 52 الثوره، وما بعد الثوره كمان الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السابق السادات، وعرضتوا اغاني كتيره كانت في الفترات دي. كمان على المستوى العصر او الايام اللي احنا فيها دي، في اغاني كتيره جدا زي اغنيه الحلم العربي اللي شارك فيها مطربين كتير عرب، واللي كانت بتستعرض قضية الفلسطينية. كمان في أغنية بشرة خير حسين الجسمي، هل يعني عرضتوها؟ عرضنا جزء من الفترة دي، أغاني الفترة دي. عرضنا كمان أغنية مسلسل تتر الاختيار، إن الأغنية دي سمعت جدا معنا، فعرضناها بتعبر على الفترة اللي احنا عايزين نتكلم فيها ما بعد الثورة، وفترة الاستقرار، ثورة 30، فترة الاستقرار. فالأغنية دي كانت أكتر أغنية مناسبة قوي، بتعرض أحداث كتيرة حصلت في الفترة دي متجمعة في الأغنية دي، كلنا عصرناها فلمست مشاعرنا. هدايا، خليني أسألك، في مستويات مختلفة من الثقافة العامة ومن الوعي، في ناس بتقرأ وفي ناس خريجين جامعات زيكم كده ما شاء الله وعلى مستوى تعليم عالي، ممكن يفهموا أحداث الواقع ويحللوها ويتبنوا مواقف. بتشوفي إن الأغاني والمزيكا والقوى الناعمة بقى المسلسلات والأفلام ممكن تخلي الناس اللي إدراكها ووعيها ضعيف شوية أو على قدها شوية ممكن تحلل الواقع برضو وتتبنى موقف؟ أكيد.
اكيد طبعا اكيد طبعا. الاغنيه الوطنيه اصلا معموله علشان خاطر مش توصل يعني لجزء معين او طبقه معينه، لا دي عشان كل الجماهير، علشان تحتوي كل الفئات كل العريضه أو كل المستويات حتى. هي يعني لما الاغنيه الوطنيه الشعر بيعملها بينقي الكلمات يعني بحيث ان هي توصل لاكبر عدد من الناس واكبر الفئات، سواء بقى مختلفين في المستويات الاجتماعيه الاقتصاديه التعليميه، بحيث ان هي الاغنيه الوطنيه معموله علشان خاطر اوصل يعني الوعي الوطني والانتماء وروح وحب الوطن، كل الحاجات دي لكل فئات الشعب مش لطبقه معينه بس. هو الوقت معاكم بيمر بسرعه. هدايه نفسك تكوني ايه؟ خريجه اعلام. كليه اعلام. نفسي اشتغل في مجال الاعداد، بحبه الاعداد. وسلمى فويس اوفر. صوتك داعي بيقولوا. طب ليه اخترته محمود هو اللي سجل الاوديو بتاعه؟ عشان هو صوته مناسب اكتر للمشروع، خامه صوته. مين كان صاحب الاختيار ده؟ الدكتور هالينا خالد. هي كانت اكتر، هي عملت لنا تيست انا وداليا ومحمود، وهو كان اكتر صوت. فويس اوفر لازم يكون صوتك اذاعي وتكوني بتجيد اللغه العربيه اجاده جيده جدا لو هتشتغلي حاجه لغه عربيه، ولازم تتمرني كتير في فويس اوفر بالعامي أو الإعلانات. ولا لو هتشتغلي لغة عربية فصحى لازم في الحالتين لازم تتمرني. يعني ميسي وكريستيانو أعظم لعبة في العالم كلهم بيتمرنوا، فمش فكرة إن أنتوا خلصتوا جامعة إنه خلاص بقينا كده هنكسر الدنيا، تدريب وتطوير. نفسك تكوني إعداد برضو صح؟ إعداد. مع إنك مسجل فويس أوفر، يعني صوتك ما شاء الله برضو شرف لي. شرفتونا ونورتونا. محمود العزبة، سلمى محمود، هداية محمد، زملاء في الوسط الإعلامي واخر الزملاء المنضمين. هتنوروا الاعلام المصري، واتمنى ان انتوا كل واحد فيكم يحقق كل ما يتمنى ان شاء الله. شرفتونا ونورتونا. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من صباح الورد مع هذه النماذج الايجابيه الجيده، شباب الاعلاميين المصري. مشروع تخرجهم كان عن حاجه بتوثق للفن المحترم، الفن الوطني. اكيد في نماذج اخرى وفن كثير، مهرجانات وما الى ذلك، لكن احنا كنا بنتكلم النهارده عن حاجه قيمه جدا وهي الاغاني الوطنيه. بشكر حضراتكم على مشاهده هذه الحلقه. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.